ماتش الزمالك اللي هيقام على يوم السبت على استاد الغردقه، على استاد الجونه في الغردقه. وزاره الداخليه قالت مفيش جمهور، اتحاد الكوره قال مفيش جمهور، وايت نايتس قال لك لا في جمهور وهنحضر ومش هنسمع الكلام. طب وبعدين يا شباب هتروحوا؟ الداخليه مش عايزه مشاكل وخايفين. ليه خايفين؟ عندنا ماتش الاهلي في نهائي افريقيا، ممكن اي احداث تحصل تؤثر الاتحاد الافريقي يقول لك لا انقل الماتش. عندك ماتش مصر وغانا، فاذا حصل اي حاجه ده غانا متلككه وقاعده تبعت وطلبت الف مره ان الماتش يتنقل من مصر. فاي حاجه هتحصل في ماتش كاس هتنعكس على الكره المصريه وعلى سمعه مصر. فوزاره الداخليه قالت لك انا مش عايز اصطدم تاني مع جمهور، فبلاش جمهور. الزملكاويه بقى قال لك لا، الالتراس قال لك لا، احنا هنروح ويفرجونا هيمنعونا ازاي. مجلس اداره الزمالك هيعمل ايه؟ معي السيد اللواء مدحت بهجت نائب رئيس نادي الزمالك. مساء الخير سياده اللواء. بخير، اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم. سياده اللواء، مجلس اداره نادي الزمالك ماذا سيفعل في اصرار جمهور الوايت نايتس على حضور المباراه؟ والله يا خير بي، احنا بعتنا من يومين خطاب لاتحاد الكوره بنرجو ان يراجع، واتصلنا بوزاره الداخليه اكثر من مره طبعا، على اساس ان هم طالما المباريات ابتدى يحضرها جماهير، ماتش الاهلي في جمهور، ماتش مصر وغانا في جمهور، وقبل كده خدنا التجربه في بطوله افريقيا اهلي وزمالك لعبوا مع بعض في الجونه اول مباراه كانت بالجمهور، فبنقول لهم يعني الجمهور بتاعهم برضه دي مباراه نهائيه. الجمهور هيقول لك اشمعنى احنا، يعني هو جمهور الزمالك الكوخه؟ انا طبعا عارف، وخاصه ان جمهور الزمالك ما لم يصدر عنه اي مشاكل الفتره الاخيره يعني. فاحنا طلبنا انه يعملوا لنا المباراه احنا في اي ملعب في القاهره، الدفاع الجوي وبعدد محدود من الجمهور، فهو اصروا على الجونه، قلنا طب نحضر بالجمهور. الحقيقه يعني وزاره الداخليه اعتذرت عن حضور جماهير، واتحاد الكره بلغنا كده، رغم ان احنا ما زلنا بنحثهم على تحديد عدد محدود 4000 واحد او حاجه زي كده يحضروا المباراه. نعم، على اساس ده نهايه كاس برضه يعني، والجمهور عايز يفرح والشكل العام، وده بيدي استقرار للبلد، وانا واثق في الجمهور. الامن بيقول لنا الان من اي تصادم او افعال تؤدي الاشتباك فيؤثر على المباريات القادمه ويزيد الفجوه ما بين الداخليه والالتراس بشكل عام، هذا ما يترتب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا طبعا مقدر هذا و بس ثاني يوم ماتش الاهلي بجمهور والتذاكر فيها ازمه دلوقتي وبتتباع في السوق السوداء وفي مشكله. مفيش تذاكر. طيب بشكرك جدا سياده اللواء، خلينا نسمع وجهه النظر الثانيه من احد مشجعي نادي الزمالك ومن التراس وايت نايتس، احمد عادل. اهلا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ خيري. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. في البدايه بس انا كنت معترض على العنوان اللي طلع على الشاشه ان هو بيقول التراس وايت نايتس هيحضر ماتش وادي دجله بالقوه. نعم، احنا اصلا ما حد، انا معترض بصراحه على كلمه بالقوه، وانا متفق معاك، هو يصر على حضور المباراه، في فرق بين الاصرار وبين يعني القوه. مش بالقوه ولا حاجه، انا اصلا بصر على حقي. انت بترى ان ده حقك انك تحضر المباراه؟ حق جمهور الكوره اصلا ان هو يحضر الماتشات. طيب اذا كانت اجهزه الدوله بتقول لك ان انا عندي مشكله وقلقانه من ان حد يندس بينكم او يعمل مشكله، احنا اللي هندفع ثمنها، ترد عليه تقول له ايه؟ يا استاذ خيري، احنا في خلال الاسبوعين الجايين المفروض ان في نهائي كاس، ونهائي كاس افريقيا تاني يوم، وفي ماتش العوده مصر وغانا، التصفيات بتاع كاس العالم، يعني في ماتشين هيتلعبوا في القاهره في محافظه سكنيه كبيره، وهيتلعبوا في ملعبين كبار، ووزاره الداخليه هتقدر تامنهم. يعني احنا بعد لما نبعد عن القاهره بحوالي 500 كيلو في ملعب ارضيته وحشه جدا، ملعب الماتش هيتلعب الصبح، الملعب اصلا ساعته صغيره، وبعد كل ده بنقول ساعة محددة من الجمهور تروح، وبعد كل ده الداخلية بترفض، يعني مفيش سبب مقنع أو منطقي بصراحة للرفض ده. طيب إذا تم الإصرار أو انتهوا إلى إصرارهم على عدم دخول جمهور واتقفلت البوابات، هتعمل إيه؟ عشان أتناقش في كلمة قوة اللي أنا معترض معاك عليه. لا مش حكاية هعمل إيه، إحنا الحمد لله يعني إحنا أصلا مش يعني مش من أسلوبنا إن إحنا هنخش أو نقتحم وبتاع، أصل قصة الاقتحام دي يعني انا عايز اعرف، الناس برضو دايما بتقول ان طب هم لو راحوا عند الباب ولو مقفول طب هيخشوا وهيحصل اشتباك مع الداخليه. على فكره احنا لغايه يوم ماتش الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا لغايه الصبح الناس راحت، وكان الماتش المفروض برضو الداخليه كانت قايله نفس الموقف،
ان مفيش جمهور، وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك راحوا ودخلوا مع بعض وما حصلش اي اشتباك وما حصلش اي مشكلة. يعني برضو ما قلتليش هتقفوا تعبروا عن غضبكم قدام الاستاد ومش هتزيد المسألة؟ لا احنا مكاننا جوه الاستاد، احنا مكاننا في المدرجات جوه الاستاد. منعتم، ما انت مش هتنط من فوق السور برضو. ما انا هيتم منعي بناء على ايه؟ ان بناء على لائحه البطوله مثلا؟ لا، ولا بناء اتحاد الكره اعلن ان المباراه بدون جمهور ومفيش تذاكر، مفيش تذاكر للمباراه، هتدخل ازاي؟ لا اتحاد الكره هو الجهه المنظمه، هو المسؤول عن قصه التذاكر او عدم. ايوه هو قال مفيش جمهور، هو استجاب لطلب وزاره الداخليه وقال مفيش جمهور، انت هتعمل ايه؟ الباب مقفول. ما نلعبش نهائي الكاس. بس الزمالك رايح، ده موقف النادي، لو النادي خد هذا الموقف واصر خلاص نفهم ده. لا انا لحد دلوقتي انا شايف ان موقف مجلس المعين بتاع دكتور كمال درويش، الناس من بعد ماتش الجيش والناس بتتكلم كويس والناس بتقول ان من حق جمهور الزمالك ان هو يحضر الماتش، لدرجه ان اللي قبل بالمداخله اللي قبليه ده صحيح. استاذ مدحت باجد اصل حق يعني حق جمهور الزمالك ان هو يحضر نهائي الكاس، وانا ما اعترضتش من اول دور ال 16 ودور الثمانيه ودور قبل النهائي، ما فكرتش. اعضاء المجلس قالوا كده، واللي هو مدحت قال كده دلوقتي، انا عايز اوصل معاك للاخر. ما هو في النهايه مجلس الاداره ما قالش مش هلعب المباراه بدون جمهور، يعني هو ده رايه اللي عبر عنه لكن لم يترجم الى قرار. مجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك مش هيرضى ان الزمالك يكون بيلعب نهائي كاس في الجونه على بعد 500 كيلو في ملعب صغير جدا من غير جمهور. طيب استاذ احمد، تعبير القوة اللي 12 اللي اتكتب دلوقتي على الشاشة ده نقلا عن وسائل الإعلام المختلفة اللي نشر ده النهاردة واللي أنا وأنت معترضين عليه، هل يمكن مشكلة. هل يمكن لألتراس الزمالك في حالة المنع الجبري أن يستخدم القوة لدخول الاستاد؟ لا إن شاء الله مش هيبقى فيه منع أصلا، فمش هيبقى فيه قوة واليوم هيعدي على خير. ما كانش سؤالي كده، هل تعتقد أن هناك منع أم لا؟ أنا سؤالي لو هناك منع هل ستستجيبون وبعد كده يبقى بيننا عتاب وزعل، ولا هتستخدموا القوه في الدخول؟ انا هستخدم القوه ليه؟ يعني انا هتمنع ليه؟ لا خلاص هتتمنع ليه؟ انت ممنوع بالفعل، القرار هو منعك من الدخول، هتتعامل مع ده ازاي؟ اكيد مش هستخدم قوه، يعني انا ايه اللي هيخليني استخدم قوه واخش في مواجهه، يعني في مواجهه مش في محلها اصلا، يعني في مواجهه اصلا اسبابها غير معروفه من الاول، يعني اسبابها مبهمه وغير معروفه. طيب أنا بنضم إليك وإلى صوتك وإلى صوت جماهير الزمالك إن من حقها المشاركة وإنها تقف مع فريقها في مباراة مثل هذه، وعلى وزير الداخلية أن يمنح الثقة كي يحصل على الثقة، فد الثقة لهؤلاء الشباب وعدد حددوا أعداد يمكن التعامل معها، وأنتم واثقين إنهم هيأدوا أداء ومشجع ومشرف، علشان تاني يوم عندكم ماتش وتالت يوم عندكم ماتش، ما ممكن يدخلكم على الاهلي يعمل لكم مشاكل. هي يعني بشكرك جدا استاذ احمد عادل عضو التراس الزمالك.